مساء الخير. بطبيعة الحال المفاوضات من الواضح أن هذه المرة هي تسعى بالفعل إلى إقرار الهدنة، خاصة بعد ظهور نوع من العلامات التي بمقتضاها يعتبر أن هناك تقارب في بعض وجهات النظر، أو ربما يسميها بعض المحللين هنا تنازل من قبل حماس على بعض المطالب، بينما تتمسك إسرائيل بمطالب أخرى. وهناك دور للوسطاء في هذا الأمر، وخاصة في ظل الموقف المصري المعلن من بعض النقاط التي تحدث عنها زياد منذ قليل لناحية المعبر وممر فيلادلفيا إلى آخره. فحتى الآن ما نعلمه هو أن الوفد الشباك هنا ومعهم عدد من العناصر الأمنية التي تسعى للترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى وبإقرار الهدنة، مع الاحتفاظ ببعض الشروط الخاصة بمثلا تمسك إسرائيل بعدم وقف العمليات حتى يتم هذا أو تتم المرحلة الأولى من هذه من هذا الاتفاق، والتي قد تمتد إلى 6 أسابيع، ربما يدخلنا هذا أو يدخل المنطقة هذا في عدد من الاستحقاقات التي سوف تحدث في الداخل الإسرائيلي على سبيل المثال، وربما يجعل هذا هناك نوع من التمسك بمبادئ أمنية خاصة بإسرائيل، وخاصة أن الوضع الذي يرشح لنا هنا من قبل عدد من المحللين الذين تحدثوا على هذه الشاشة أن سوف تكون هناك ترتيبات أمنية ممتدة، أو بمعنى آخر تواجد إسرائيلي يمتد لمدة أطول في داخل قطاع غزة، تجنبا لحدوث 7 أكتوبر جديد بالنسبة لإسرائيل. الوسيط المصري والوسيط القطري قام بدورهما في إقناع حماس بقبول بعض الشروط، وهناك أيضا كما ذكر زياد سوف يكون هناك اجتماع في الدوحة، ولكن ما علمناه أنه قد يصل أو قد تصل بعض عناصر الموساد إلى القاهرة اليوم للمشاركة في هذه الاجتماعات، وإن كانت هذه معلومة من أحد المصادر سوف نتأكد منها لكي نؤكدها، أنهم سوف يصلون للقاهرة للانضمام إلى هذا الاجتماع، على أن يتوسع هذا الاجتماع غدا في وجود الوفد الأمريكي، وبعد ذلك يعقد الاجتماع الذي أشير إليه في الدوحة يوم الأربعاء.